في تقاعد الرقيب أول سلمان يقول يا الجزائر صوت ريح وبما لها مثيل ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمان من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل في تقاعد الرقيب أول سلمان نقول الجزائر فطري حروف ما لها مثيل ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمال من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمال من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل زوجتك تهدي التهاني على الحن الجزائر عفرا رفاه ربي تطبع نصيب 30 عام خدمتك يا قرب الرجال اشهد افعالك وتشهد لك العلم الجليل انت فخر الجيش انت يا تاج الرجال لك يا سلمان بصمتين باقية في كل جيل الف مبروك التقاعد وتحقيق الامال من عقب مشوار حافل بكل فعل جديد بالوفا والطيب موصوف الفعال وبالكرم والجود والخلق والطبع النبيل رايتك سلم دهان درعك اكبر العيال عايف تخرج وكمل خطى الدرب الطويل تشهد له جامعات القوي عاب الجزائر في دارتها الاعمال بصمته اكبر دليل الشهادة نالها بعزم وجهد وفعال فالادارة والفنون ماخذ علم جزيل ونوفنا للتخرج من ميدان العسكري ألف مبروك التخرج يا نواف يا نصير ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمال من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل أمكم تجي تبارك في أغلى منال بالتخرج يا عساف راح تكون في كل ليل الشهادة جابها جابها شبل الرجال علها مبروك يا نواف يا الحر النبي وهذا ابنكم نايف